السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج بين الناس. بين الناس يتجول ما بين الأزقة والمحلات والنواحي والأغذية، غايتنا هي إيصال صوت المواطن العراقي. إن اليوم بين أهلنا وناسنا في ناحية الخان بني سعد، الخان بني سعد التابعة لقضاء بعقوبة، حابين نشوف تجوال الناس، تنقلهم، شنو احتياجاتهم وغيرها من الأمور. خليكم ويانا. نعم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية وبرنامج بين الناس، وبعدنا متواصلين في منطقة الخان بني سعد. اليوم أريد أشوف تجوالهم، تنقلهم وغيرها من الأمور. السلام عليكم. شلون الصحة؟ شلون الأوضاع؟ والله الحمد لله. شلون أم الخان؟ والله بخير الحمد لله. الله يحفظكم يا رب. شلون اوضاعكم في ظل ازمه الكورونا؟ والله احنا الحمد لله والشكر، احنا مطبقين كافه التعليمات اللي تصدر من وزاره الصحه وخليه الازمه محافظه دياله والمحافظ. لبس الكمامات، تشوف تعقيم اليدين. الله يحفظكم يا رب. رحم الله والديك استاذ. السلام عليكم. شلونك؟ الله يخليك. شلون صحتك؟ الله يسلمك. شلون الاوضاع؟ والله الحمد لله. شلون الشباب هنا؟ والله نعم الحمد لله. الحمد لله. شنو شغلك؟ شنو عملك؟ والله انا سايق توك توك. فالشارع مسدود، وهاي عملنا هذا، شوف حركة السوق، هاي شوف وضع السوق، شوارعنا مسددة، وضعنا مش كهرباء، ما عندنا مثل العالم، هاي كهرباء ما مستمرة. عندكم تتقطع دائما؟ تقطع بالكهرباء؟ وشن دائما؟ ماكو، هي يعطينا اياها ساعة زمان ويقطعها، مرات بالليل ماكو والله، على المولدات. الله يحفظك يا رب. عيوني. شكرا جزيلا. عيوني. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ حياكم الله. غادي شلونكم؟ زينين؟ الله يبارك فيك. شنو نوع المبادرة؟ والله هذه مبادرة، يعني هيئة المواكب الحسينية في ناحية بني سعد مع مجموعة من الخيرين، يعني قلنا شو نقدم المرضى كورونا، فجاصير عندنا حالات، يعني تدرون قسم من الحالات حجر بالمستشفيات، وقسم هو المريض نفسه يطلب انه يحجر ببيته، فاكو شحة اكسجين، فبادرنا انه احنا على عاتقنا، يعني كهيئه مواكب حسينيه، انه احنا نروح نعبي هاي قناني اكسجين ونوصلها البيت المصابين، يعني بيت بيت، ومتابعين وياهم اي واحد يحتاج بالساعه، بالوحده، بالثنتين، بالثلاثه، احنا حاضرين بسيارتنا ونروح. الله يحفظكم يا ربي. هذا يتم توزيع القناني الاكسجين عبر الاتصال عليكم في حال وجود الحالات داخل المنازل. احنا تدري منطقة هنا، يعني واحد يعرف الاخر، والحالات كلها معلومة عندنا، اضافة الى انه يعني ذوي المريض هم يجونا لهنا. احنا قبل قليل شفنا احد المواطنين. نعم. اللي سبقك. نعم. وقال انه سالناه، قلنا له ليش موضوع اهمال المواطنين حاليا لموضوع ارتداء الكمامة والكفوف خاصة في الخان. نعم. يقول انه بسبب الاعلام، لانه انطونا وقت وقالوا انه راح يرفع الحظر وغيرها، فهذا مما ادى الى عدم الالتزام بارتداء الكمامه والكفوف. لا مو صحيح، مو صحيح. من اللي انطى امور؟ من اللي؟ وهذا تفسيرات كل انسان يفسر، يعني ما يملي عليه عقله. بالعكس، خليه الازمه جاي تشدد وتشدد، ودا تقول انه هذا الفيروس، يعني حسبوا حسابكم انه يجوز مده اطول، يجوز يعبر على السنه الثانيه، فاحنا لازم، وهاي اليوم اصبحت القضيه يعني قضيه معركه اصلا وعالميه ايضا. لا لا، هي عالميه اضافه الى انه معركه، هي اليوم انت قاب بحق المال الغام، مو يعني اللي يطلع منها سلامات، مجرد فت قضايا كلش بسيطه، جفوف وكمامه وتعقيم شايله بيدك، يعني هذا احنا تعقيمنا، كل واحد شايل تعقيمه بيده، فالقضيه يعني مو صعبه. من الامور الايجابيه، شكرا لمبادرتكم. الله، هذه المواطن. الروح الطيبه اللي دائما ما نشوفها ما بين المواطن العراقي. الله يوفقك. شكرا جزيلا. هو هذا ديدن العراقيين. الحمد لله. يعني المعدن الاصيل للعراقي وين يظهر؟ يظهر بالمحن والشغل. انتم تلاحظون انه امكانيه هذا البلد قياسا يعني للبلدان المحيطه كامكانيه صحه وخدمات صحيه ضعيفه. لكن تكاتف ابناء المجتمع دائما، هذا التكاتف يولد لنا نتيجة نهائية ان احنا نتغلب على كل الازمات. الله يحفظكم يا رب. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شلونك؟ عيني. شلون صحتك؟ الحمد لله. اسمك؟ علي. لا ويا ابو حسين. شلون اوضاعك؟ مو زينة. ليش؟ اشوف شلونه؟ كلام على الحظر.
نور الحضر. اي والله. مو غير تعرف الكورونا يا اخي مو هيش، وينك واحد بدعش يعزل؟ بدعش شلون؟ وذي؟ شلون يعزلوني؟ سوق موقع حتى الله ما يرضى. بس ساعه يعزلوك هنا؟ بدعش. بدعش وقت؟ ايه الجمعه والسبت. جمعه والسبت هي جمعه والسبت مو دربي حضرت اجواء؟ ماكو يعزل بدعش. مو؟ ايه. يعني يجوكم باليوم يعني يجوكم بالعشره بدعش يقول لكم عزلوا؟ ايه. زين هم قاعد يعطوكم كم ساعه؟ زين ايه. الحمد لله. والاوقات والاوقات البقيه بس ساعه تعزلوا؟ ماكو يوم كامل. مفتوح. ايه. يعني سبقت على الجمعه والسبت. ايه. حبيبي تريد ما عندك الالتزام دلل ابتداء الكمامه والكفوف دلل مباشر ان شاء الله الله مو مباشر اذاك من هسه بس بعد ما راح يحصل علي لازم تروح للصيدليه ترجع شكرا دلل جزيلا دلل الله يحفظك ممنون السلام عليكم. السلام. شلونك عمو؟ شلون صحتك؟ الله يديمك. شلون الحمد لله بخير. شلون الخان اهل الخان؟ خان يبشرون بالخير ان شاء الله وطيبين ان شاء الله وصحه وعافيه وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله وعلى امه محمد. أمين. الله يسلمك يحفظك الله. عمو شلون نشوف الكوادر الصحيه الكوادر الخدميه داخل الخان؟ والله الخان كوادرها هي قليله زين وهل موجود اللي هنا يصير بي عنده حاله يروحوا يدون البعقوبه زين وشاف اذا كان مرض بالكورونا وما شابه ذلك. يروحون يعني يحاولون البعقوبة. الخان 127,000 نسمة ليش ما بيها مستشفى؟ المستشفى هاي من صار من زمن صار تقريبا 30 سنة، الخان من 120 سنة 120,000 ما صارت قضاء ومستشفى لحد الآن هنا على أساس تنبني مستشفى وما لحد الآن ما صارت مستشفى، يسعى بها مدير الناحية لكن السيولة النقدية بالمحافظة ما جاء يسوون المستشفى، هم مسوين قاع لها لكن بعد المباشره او الامر ما جاي بيها زين. الخان منطقه شعبيه. نعم. شلون نشوف تجوال المواطنين في حال وجود تعزيه او افراح؟ والله هسه حاليا مو مثل قبل، تختلف عن قبل، يعني خاصه بهذا المرض الوباء قامت العالم ما سوى فواتح يعني يعتذرون عن طريق التلفونات. شو اسمه يعتذرون عن مجيئهم والافراح كذلك مختصره يعني مختصره بشكل زين. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. نعم اعزائي المشاهدين بعدنا متواصلين وياكم وبرنامج بين الناس وجولتنا بين اهلنا وناسنا في ناحيه الخان بني سعد لكن خليكم اعزائي المشاهدين رجعنا لكم مره ثانيه وبرنامج بين الناس وبعدنا متواصلين بين انا وناسنا في منطقه الخان. السلام عليكم. شلونك عمي؟ مرحبا. شلون صحتك؟ شلونكم بعاد؟ شلونك زين؟ خير طيب رحم الله والديك. والله الاوضاع نعمه وخير من الله. شلون الخان؟ اهل الخان؟ والله الخان زينين ونعمه من الله وخير من الله. اشوف هذا السوق كليته ما شاء الله نعمه فضيله وخير من الله واكثر المنطقه يعني ملتزمين بالحظر الجزئي وخير من الله والحمد لله وشكر لله. شلون نشوف حملات التعفير مساعده المواطنين؟ والله مساعده كلش ممتازه يعني من ناحيه التعفير ناحيه جيده جدا وحملات قاموا يعني بحملات طيبه وجيده من ناحيه التعفير كل المناطق عفروها الناس اللي موجودين من قبل الناحيه من سيد زيد وكثير من الناس اللي متعاونين وياه. الله يحفظكم ويعطيكم العافيه. شكرا جزيلا. شلونك عمو؟ شلون صحتك؟ الحمد لله وشكرا. شلون الاوضاع؟ الله يسلمكم نعمه. دائما ما تكونون القدوه لهذه الشباب الموجودين حاليا ان شاء الله ان شاء الله. ليش نشوف حاليا اهمال المواطنين بموضوع ارتداء الكمامه والكفوف؟ والله هي وضعيه طبيعيه احنا ما نريد شيء مثالي بس نريد الحد الادنى من الالتزام وهي الكفوف كمامات بس بصوره عامه بني سعد الحمد لله وشكر. الحمد لله. اكو تعاون اكو تكاتف اجتماعي اكو علاقات حميمه هواية من الأمور السيئة احنا لغيناها الأمور الإيجابية دا ناخذ بها ودا نمشي بها والحمد لله والشكر متعاونين إلى أبعد درجة في حال حدوث. نعم. حالة مصابة بفيروس كورونا. نعم نعم. شنو الإجراءات اللي تاخذوها أهالي الخان؟ طبعا أول شيء الحجر. طبعا قبل الحجر احنا نروح نتاكد منه هاي الاصابه موجوده، الحجر نوديه في مستشفى بعقوبه يحولوه الى الحجر، وحتى هنا يصير
نعقم، اكو جهات تابعه للدفاع المدني، سيد زيد، منظمات مجتمع مدني، الحقيقه قاموا وباجموا باحسن قيام، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. يا رب. الحمد لله والشكر، بارك جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك؟ اغاتي. شلون صحتك؟ الله يعزك. ابو مسلم. الله يخليك. الله يعزك، رحم الله والديك. شلونكم؟ والله بخير، اذا انتم بخير نعمه الله. مرتاحين الحمد لله والشكر، امان. الحمد لله. انت عشنا من صار 5 سنين يعني الحاله الصحيه نعمه، قبل لا والله متدهوره القاعده والارهاب كان ضاغط علينا، هسه نعمه، ناحيه ويانا مدير ناحيه مساعد ويانا، الجهات الامنيه، ناحيه الكورونا حجركم موجود، البي كورونا يحجروه هو وعائلته، الحالات السلبيه مبينه ما احنا ما نخليه يطلع، وخير من الله الحمد لله والشكر. شلون نشوف البنى التحتيه، المدارس؟ والله نعمه، احنا من اجانا هذا مدير ناحيه كان قبل ماكو خدمات صراحه، بس من اجى حج النجم لا والله نعمه، تبليط، ماي، كهرباء، هسه نعمه، قبل تبليط ما عندنا، هسه تبليط موجود، كل المحلات والازقه كل اي، يمكن بس بقت القرى قليله منها ولا هسه طوب منها، من حي الشهداء، حي القديم، حي العصري، كله موجود، تبليط، كهرباء، مي، تجي بالليل نار النهار. زين، قبل قليل احد المواطنين اشتكى من موضوع الكهرباء، يقول انه الكهرباء هاي صار شهر. شهر نعاني منها، يوم ضعيفه يوم قويه، البارحه زينه. زين، برايك استهلاك المواطن الاجهزه الاكثر يعني المواطن من يقوم بتشغيل الاجهزه؟ نعم نعم، على على اذا انت كل بيت حاط له 4 سبالت و5 وضغط ما تجي كهرباء صورة صحيحة، انت طفي من الاجهزة، نوبات الساكو محلات متجاوزة على اهل الكهرباء بدون فلوس، مشغلة 3 سبالت 4 وابو البيت مشغلة 1 ما تجي. يعني انا اطي فلوس وغيري ما يطي فلوس، اللي يطي فلوس ما محصل كهرباء، والما مطي نوبات يحصل، لا مشغلة 4 تباريد 5، اكو تجاوز من احد المواطنين على الكهرباء، ابو الكهرباء يطلع يقصه من هاي ورا شوية رده. يعني صارت البيع وشراء الكهرباء بس احسن من قبل، يعني قبل اسبوع لا والله كهرباءاتنا مو زينه، هسه لا والله نعمه. الله يحفظكم يا رب، نتامل خير انه تكون لنا زياره يعني قادمه ونشوف المستشفيات وغيرها من البنى الموجوده. احنا نعمه، لا والله قبل 10 سنين صفر، هذا خان بني سعد كان صفر، كانت اشباح. الحمد لله. أغاتي. الله يحفظكم اغاتي 100 هلا. شكرا جزيلا. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ شلونك زين؟ الله يسلمك. شلون وضعك؟ شلونك؟ الحمد لله بخير. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. ان شاء الله بخير. جنين الخان. الله يحفظك زين. نعمة نعمة نعمة. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ والله الحمد لله. شلون صحتك؟ احمد الله وشكرا. اسم الخير. حسين علي. حسين علي. نعم. وعلاوي الله يحفظك. تاج راسك. شلون الاوضاع عندك؟ خير من الله الحمد لله. الحمد لله. تستر الله والبيت كافي. شنو الاحتياجات اللي محتاجتها الخان للنهوض بواقعها؟ كهرباء واقع. والله كهرباء بالضبط. وعلى العالم مشتاق قلبها. واجال لكن بالصر تعيط. مولدات هم تلحق ويطفوها. شو السو هاي؟ شلون تعاون اصحاب المولدات مع المواطنين في ظل هذه الازمه؟ خلف الله عليهم والله ما مقصرين والله العظيم. ما مقصرين؟ الله يوفقهم ان شاء الله. اكو جهود عليهم رقابيه؟ والله جاي يفترون عليهم بس هم الناس هم من كيفهم يعني من المنطقه ويعرفون. شغلات العالم يقول خطيه. الله يحفظكم يا رب. ربي يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم. شلون الصحه؟ شلون الوضع؟ بيش اللحم اليوم؟ لحم 14 13. 14. خلينا نترك شوي عراقي. نعم. خلينا شوي نترك جانب موضوع التسوق. نعم. شو يعني حاليا قاعد نشوف يعني المحلات مفتوحه. نعم. ووجود عدد من المواطنين واقبال من قبل المواطنين للاسواق. والله ان شاء الله نقول اكو بادرات خير ان شاء الله. الحمد لله. شلون نشوف يعني يعني المحلات حملات التعفير، شنو الاحتياجات اللي يقوم بها من اجل افتتاح المحلات؟ والله هي موجوده تعفير، والمفروض المواطن يجدد الكمامه، صاحب المحل يجدد الكمامه ان شاء الله، واحنا نشوف نلاحظ اكو يعني بعض الالتزامات. تسوقكم، تنقلكم، نقل الخضروات، نقل اللحوم، هل هناك صعوبه في تنقلها غير؟ والله بعض الاحيان اكو يعني بعض الصعوبات واكو، بس حاليا متاح زين يعني. بس حاليا زين. متاح على رحمه. الحمد لله وشكرا. شلون نشوف الاوقات الافتتاح اللي من الساعه 7 صباحا الى الساعه 9 ليلا؟ والله زينه، زينه نوعا ما. نعم. ايجابيه لكم؟ نعم ايجابيه. الحمد لله، شكرا جزيلا. حياك الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم، شلونك عم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك حجيه؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ شلونك؟
شلونهم الخان؟ والله الحمد لله بخير. امهاتنا الحمد لله بخير. زينات الله يسلمك. الله يحفظك. سعدنا شكوى وحده. اي قولي. احنا مفتشات بنات العراق ورواتهم ما جاي يطلعون ياخرون الحيل علينا، وهو ربع يعني ربع مفتشات؟ اي اي، وهو ربع يعني ربع يكلف الدوله ما يكلف دوله ثانيه. قد يتاخر عليكم مرات؟ والله ذاك اليوم 5 أشهر ما اعطونا، وطونا اياهم بالشهر السادس، وهسه بعد ثاني رحمه الله. الله يحفظكم يا ربي، واحنا بدورنا ايضا نوصل صوتكم. من خلال الشكوى فدوى العين، قلت نيابه عينكم عليهم خطيه دارون. هذا 14 سنه ترى صار لنا عقد، اريد يعني تثبيت، اريد على الملاك. اي والله العظيم احنا نريد ها، لان صار 14 سنه على هالذبه. الله يحفظكم يا رب. لا ثبتونا لا مثال، يعني واحد هم يريد تقاعيد، يريد يسحب له سلفه، عنده مريض انا مقرم بالفراش، ها صار 4 سنين معه. يومكم مستمر حاليا؟ مستمر. اي والله بين يوم ويوم، حتى الجمعه نداوم. شنو نوع واجباتكم؟ وين؟ واجباتنا سيطرات. سيطرات؟ اي والله. ومات الدوائر مو تعطلت الدوائر. يعني تابعين لوزاره الداخليه؟ اي 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 والله على الداخليه. الله يحفظكم يا رب. اي والله بدك توصل صوتنا. توصل صوتنا من خلال برا. البنات خطيه ديروا بالكم عليهن، راتبهن شويه زودون لنا اياه، ثبتون على الملاك 14 سنه ماكو ترى موظف بعد عقد. يعني من بداية 2017 لحد 2007 ولحد. نتأمل خير بالحكومة الجديدة ونتأمل خير بوزير الداخلية الجديد. على الجديدين إن شاء الله. الله يحفظك. إن شاء الله. الله. شكرا جزيلا. بالسلامة بالسلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ الله يسلمك. شلون الأوضاع؟ الله يحفظك. الله يحفظك. الحمد لله. خير من الله. الحمد لله إحنا ماخذين يعني احتياطاتنا بالنسبة للتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، مناسبات هم ما أكون يعني على توجيهات مرجعيه نمشي، ما اخذنا يعني اخذنا كل اللي نقدر عليه. ايوه الحمد لله وشكرا. خاصه في ناحيه الخان هناك دوائر خدميه، دوائر صحيه. نعم. شلون نشوفوا تعاونهم مع المواطن؟ المواطن تعاونه وياهم؟ والله احنا قدر المستطاع نتعاون ويا الحكومه، تعاون ويا الحكومه المحليه الموجوده بالخان، وان شاء الله نقدر به ما نقصر به، وهم هم اللي عليهم الواجبات هم ينفذونها. هاي الله يحفظكم. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. وبالسلامة للجميع. الله يسلمك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ شلونك حجي؟ أهلا وسهلا. شلون صحتك؟ شلونكم؟ شلون الأوضاع؟ قناة العراقية. إي قناة العراقية. أهلا وسهلا. برنامج بين الناس اليوم حبي يشوفكم، شوف تجوالكم، تنبيكم. أهلا وسهلا. الله يحفظك يا رب. الخان بني سعد منطقة شعبية. منطقة شعبية. شلون نشوف تجوال الناس في ظل أزمة الكورونا؟ والله لكن التزام بدي أشوف. السوق اليوم مليان، ولو اليوم أكثر من كل يوم. اليوم شوية على مود العيد، مع عيد العالم اليوم هواية. كل يوم مو هيك الوضع. يعني هاي الايام راح تكون بها اقبال كبير من المواطنين. اي طبعا ايام عيد. اي الله يرزقكم يا ربي. بس احنا بنفس الوقت رسالتنا انه المواطن لازم يبتدي بالكمامه والكفوف. والله العالم ملتزمه تقريبا بالكمامه والكفوف، يعني اذا تشوف قلت لك اليوم فرق عن كل يوم، كل يوم كفوف وكمامه وماكو قد عالم بالسوق. فاليوم شوي حركه قويه على مود العيد. ايش قد نسبه الحالات حاليا هنا بموضوع الفيروس كورونا؟ والله قليله بالخان، يعني ماكو سبتي عندنا 4 أو 5 لو يمكن ماكو بالمستشفى. زين ممتاز بالخان، خوش الوضع حلو. المستوصف يستقبل الكوادر اللي بياكلون؟ يستقبل وناس يشتغلون وخوش شغل يشتغلون. زينين. الله يحفظك يا رب. الله يعزكم. الله يعزكم. جزيلا عم ممنونين. السلام عليكم. شلون صحتك؟ شلونك زين؟ الله يسلمك. شلون الاوضاع؟ الحمد لله. ليش لابس كمامه؟ من هالهباء. ناخذ حذر احسن. ليش قاعد نشوف حاليا المواطنين الاكثريه ملابسين ما مرتدين الكمامه؟ ايش مدريني بها الشغله؟ احنا ماخذين الحذر كلها من شغله الهباء وال حفاظا على نفسك النتي وعلى العائله وكلها. اي والله. الله يحفظك. الله يستر عليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شلونك؟ زين. اسمك؟ نرجس. نرجس، وين رايحه نرجس؟ للسوق نتمشى. ليش ملابسه كمامه وتشوف؟ ما عدا انت شو اسمك؟ زهراء. راح تسوقين زهراء؟ اي. شو تشترين اليوم؟ ملابس. الله يحفظك. انت يا صاف اول اول اي رحتي للثاني؟ اي. يلا مبروك. يلا حبيبي بالسلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. شلون الصحة؟ اهلا. ابو محل وابو سياره حبيبي. والله ابو سياره طابقين السواق والروح. الله يرزقك حبيبي. امين. شفنا المواطنين قبل قليل. نعم.
ما بين الناس تقول انه موضوع الكهرباء جيد، ناس تقول موضوع الكهرباء غير جيد، ناس تقول الكوادر الصحيه هنا غير متوفره لازم نروح البعقوبه، صحيح. ناس تقول لا المستوصف مالتنا هنا زين، يعني ما بين البين، شلون نشوف الاوضاع؟ والله تريد الحقيقه انا هنا من سكنه الناحيه صار فتره من 79 لحد الان. والله اوضاع الناحيه كلش تعبانه ومهمله، يعني الناس حتى يعني مدير الناحيه واللي يجون دا يشتغلون بس هو الوضع كلش تعبان يعني. الانفجار اللي صار، الكارثه اللي صارت هنا حلت بخان بني سعد. يعني شويه خلي الدوله الحكومه تلتفت عليها شويه. هاي الخدمات، هاي الشارع العام، هاي الترابه، هاي الاثار، هاي الاثار اللي مئات السنين. هاي هذا الصرح خلي شويه يرتبوه. وهواي شغلات يعني الكهرباء شو احكي لك الكهرباء؟ الكهرباء كلش مو زينه. ساعتين ينطونها نص ساعه والفولتيه كلش نازله. وهذا السوق ميت، السوق ميت. يعني هسه ابو محل دا اقول له دا يشكي لي يقول انا ما بايع بالف ونص من الصبح لهسه. زين ابو الاجار يريد، ناس تريد، عوائل تريد. فما اعرف، الشكوى لله. نعم بالله. الشكوى لله. نعرف انه موضوع الفيروس كورونا اللي اصبح قضيه العالم الكثير تاثروا به. صحيح، الكوادر الصحيه هنا ما مقصرين، بس يعني هي العلاجات من برا، يعني مرات يعني ناحيه اكبر ناحيه يمكن تقريبا محافظه ديالى هي خان بني سعد، نفوسها يعني نفوسها كلش هوايه. مركز صحي يعني كلش صغير يعني ما يكفيه. تحتاجون ببناء. والله تصير حاله مرات ناخذ يعني قبل البعقوب الروح يعني على شغلات بسيطه. ومسافه تاثر. ومسافه وهذا ويعني ما حالات صارت يعني. الله يحفظك. فاحنا ندعو من الله ان يعني يسهل امر الاكبر من عندنا حتى يسهلون امر العالم. والنظافه، هاي النظافه والشوارع يعني الناحيه تعبانه، حيل تعبانه. الله يحفظك. اي والله حبيبي. نعم اعزائي المشاهدين، اثناء تجوانا في جميع المناطق، جميع النواحي، نشوف دائما ما اهمال واضح بسبب عدم وجود المستشفيات في المناطق القريبه. كانت لنا زياره لناحيه اللطيفيه وشفنا المواطنين يقول في حاله انه وجود حاله خطره راح يتم نقله الى بغداد. احنا اليوم في الخان بني سعد، سالنا المواطن يقول في حال وجود حاله خطره راح يتم نقله الى بعقوبه. وهذه المسافات اللي راح يعني ترجع بسلبي على المواطن المصاب. رسالتنا الى سيد وزير الصحه، رسالتنا الى جميع الدوائر الخدميه بالتعاون مع المواطن، نرجع ونقول هلا تلا هلا به. بعدنا متواصلين وياكم برنامج بين الناس وجولتنا بين اهلنا وناسنا في الخان بني سعد، نريد نشوف تجوالهم وتنقلهم وغيرها من الامور، لكن خليكم بالبيت، فاصل وراجعكم. نعم أعزائي المشاهدين، كنا معكم في خان بني سعد. خان بني سعد التابع لقضاء بعقوبة، قضاء بعقوبة التابع لمحافظة ديالة. شفنا الناس، شفنا تجوالهم، شفنا تنقلهم. رسالتنا إلى السيد وزير الصحة، أهالي خان بني سعد محتاجين مستشفى لتلبية احتياجاتهم. 127 ألف نسمة محتاجة جميع الخدمات، المواطن البسيطة اللي يتأمل خير أنه يتم وجودها من ماء وكهرباء وغيرها من الأمور. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج بين الناس، في أمان الله.